إذا الاسم الكريم والصفة زيدان زين العابدين، ناقل والكاتب الإقليمي الجديد للاتحاد الوطني للشغل المغرب مدينة المحمدية. إذا كمرت الأجواء ديال الانتخاب؟ الحمد لله الأجواء كانت يعني دازت في جو ممتاز، وكان واحد التوافق بين جميع الإخوان اللي كانوا حاضرين لهذا، وكان إجماع على الانتخاب ديالنا على رأس على رأس مكتب مدينة المحمدية. عندنا إكراهات، عندنا ملفات اللي غادي إن شاء الله غادي ندخلوا فيها في مدينة المحمدية، عندنا بعض الممارسات اللي خاصنا حنا نشينوا بها ونحيدوها من خط القطاع ديالنا. نتمنى على الله نكونوا في حسن الظن ديال هاد الناس اللي انتخبوا لنا، وهذا كنعتبروه تشريف وتكليف في نفس الوقت. يعني خاصنا القطاع ديالنا يمشي في واحد الاتجاه. اذا نبغي نعرفوا ما هي اهم النضالات المستقبليه اللي غادي تقوموا بها من اجل تحريك الملفات العالقه ديالكم. حنا عندنا توصيات ديال المكتب الوطني ديالنا على المستوى الجهوي والوطني. حنا غاديين في واحد السياسه اللي هي مرسومه. حنا كنتمنوا على الله اننا نمشيو في الاتجاه الصحيح، وان هذه الممارسات اللي كدار على القطاع ديالنا، قطاع النقل الطرقي، نحدوا منها، ويكون واحد التنظيف ديال البيت ديالنا. اولا نظفوا البيت ديالنا باش تكون واحد النتائج على المسار البعيد. الا كان شي مشكل ان شاء الله نحاولوا نعالجوا، وتكون واحد العلاقه طيبه معنا مع السلطات المحليه، المؤسسه الامنيه ولا المجلس البلدي ولا مندوبيه النقل. نحاولوا نشوفوا واحد الاتجاه اللي هو ايجابي لا لنا ولا السلطات، باش تكون النتيجه مرضيه. وشكرا. شكرا على الكلمه ديالك. العفو اخويا، بارك الله فيك. شكرا.